إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين، وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا هو يوم التغابن، وهذا هو يوم الأماني الذي يتمنى فيه المقصر لو لم يكن مقصرا، ويتمنى فيه المحسن لو ازداد إحسانا. تأمل هذه الآية، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، آية عظيمة جليلة ينبغي أن نقف عندها أيها الإخوة. ونحن الآن في زمن الإمكان، فهل نطيع الله ورسوله؟ وهل ننقاد لأمر الله ونتبع شرعه ونلزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل؟ يقول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذه أمنية يتمناها من دخل النار يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة منها. يقول الله جل وعلا في آية أخرى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فالمؤمن في هذه الحياة فطن ينتبه لما فيه نجاته ويسعى إلى ذلك، وينتبه إلى ما فيه هلاكه فيتجنب ذلك قبل أن يحل به الأجل. تأمل قول الله جل وعلا في الآية التي بعدها يقول سبحانه مخبرا عن تحسر أولئك القوم
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذه هي الحسرة التي تصيب كل من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاع أحدا دونه، فإنه لا طاعة لأحد إلا في طاعة الله ورسوله. قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا، فمن لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ضل وهلك، ومن أطاعه فاز وفلح. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كل أمتي يدخلون الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل أحد من الناس من المكلفين من الإنس والجن يجب عليهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسع لأحد أن يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به في أي أمر كبير كان أو صغير لقول أحد من الناس. لهذا قال بعض السلف أجمع العلماء على أنه لا يحل لأحد أن يخالف، لا يحل لأحد استبانت له الشريعة أن يخالفها لقول أحد من الناس. فالمؤمن يسارع في طاعة الله عز وجل ويسارع في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر كل الحذر من عاقبة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك وأجله الخزي والنكال والعذاب في الآخرة. وإن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في أي أمر صغير كان أو كبير، فإنه موعود بالعذاب من الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة لها معاني، وهي لفظ عام يشمل كل فتنة، فمن معانيها العذاب بالنار. فإن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع هواه موعود بالنار، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك الفتنة الزيغ والخروج عن الشريعة، فإن الإنسان إذا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره واتبع هواه قاده هواه إلى الخروج عن الشريعة، نسأل الله العافية والسلام. كذلك عموم البلاء الذي يحل بالإنسان عقوبة من الله عز وجل له بسبب مخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أهل العلم منها الزلازل، وذكروا أيضا منها الأمراض والأوبئة، وأيضا ذكروا منها السلطان الجائر، وأيضا ذكروا منها الفرقة والاختلاف والشقاق الذي يحل بين الناس بسبب مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أيها الأخ الكريم في كل ما هو حولك من الشرور والبلايا وأيضا الفتن، فاعلم أن سببها مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ثم إنه يكون أقواما من أمتي تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهذا الحديث فيه وعيد شديد وفيه وعد وبشارة، ففيه وعد لمن لزم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النجاة. فهؤلاء الذين لزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية، أما من خالف ما جاء به عليه الصلاة والسلام فهو
من الفرق الهالكة. ثم أيضا في هذا الحديث من المعالم فيه أن لزوم السنة ولزوم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العمل في كل أمر صغير كان أو كبير يجمع الناس على الحق ويؤلف القلوب، ولذلك كانوا فرقة ناجية. أما مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر كان أو صغير فإنه يؤدي إلى الفرقة والتنازع والشقاء. هذا الحديث أيضا فيه وعيد شديد لمن تهاون بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن مخالفته هذه تجري في عروقه وتجري في قلبه ودمه حتى تتمكن منه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام أولئك الذين اتبعوا أهواءهم وخالفوه فيما جاء به من الشريعة، شبههم بمن أصابه داء الكلب. وداء الكلب هو الداء الذي يصيب الإنسان إذا عضه أكرمكم الله والملائكة والسامعين أكرمكم الله، وهو إذا عضه الكلب الذي أصابه داء الغلث وداء السعار، فيقال هذا شخص مغلوث فلا يلبث به هذا الداء حتى يهلك ويموت. كذلك هذه المخالفة، هذه الشهوة التي اتبعتها فخالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الهوى الذي ركبته فخالفت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلبث بك إن لم تجاهد نفسك وتدافع هذا الهوى، لا يلبث إلا أن يرديك ويهلكك حتى يتمكن منك وتخرج عن الشريعة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أيها الإخوة، ونختم بذلك، هو الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض، هو اتباع الشريعة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، القيام بالعهد الذي أخذه الله على بني آدم، القيام بتوحيده، هذا هو الأمانة التي حملناها. قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أكثر الناس على الظلم لا يؤدون هذه الأمانة، أكثر الناس يحملهم الجهل وهو البغي، مخالفة الشريعة عن علم عن هوى، هذا حال أكثر الناس. لكن الناجون يوم القيامة هم من أدى هذه الأمانة فقام بما أوجبه الله عليه من أوامره وانتهى عن نواهيه ولزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.